يعتبر مسجد البدية أحد أقدم مساجد دولة الإمارات العربية المتحدة. فبدراسة أجرتها إدارة الآثار والتراث بالفجيرة، يعود المسجد إلى عام 1446 ميلاد. تم بناء مسجد البدية بواسطة مواد بسيطة مثل الحجر والطين والجبس، ويبلغ مساحة المسجد 53 متر مربع، ويستوعب المسجد بحدود 50 إلى 70 مصلي. وبالنسبة للتصميم الداخلي للمسجد فهو يحتوي على زخارف وتشكيلات هندسية جدا جميلة. يقع مسجد البدية بين مدينة خرفكان ومدينة دبا الفجيرة، تحديداً في قرية البدية التابعة لإمارة الفجيرة. وبجانب المسجد في برجين أسطوانيين كانوا يستخدمونهم سابقاً للحراسة. تم إجراء ترميم شامل للمسجد في عام 2001، واعتمد هذا الترميم على أسس علمية ودراسات بخصوص أعمدة التوازن والتشققات اللي كانت في المسجد. ومنذ عام 1446 ميلادي إلى هذا اليوم، الخمس صلوات تقام في مسجد البديع.